السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا سنة تانية آه انا منة الله على نجم هنراجع سوا محاضرة فورميشن formation EEG and sleep قبل ما نبدأ الأول ندعي الزمايل اللي توفاهم الله ربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته وهم جميع أموات المسلمين ويلحقنا بيهم على خير بعد كده المحاضرة بتتكلم عن ايه عشان تراجع كويس لازم ترتب دماغك فالمحاضرة بتتكلم عن ايه بتتكلم عن ثلاث مواضيع related لبعض reticular formation EEG and sleep هنبدا يعني بال reticular formation انا عايزه اعرف ايه في reticular formation دي عايزه اعرف النيورونز اللي بتكونها connections اللي موجوده فيها يعني ايه اللي داخلها وايه اللي خارج منها ال divisions وال functions ده اللي هتكلم عنه بالظبط تمام نبدا بال reticular formation عايزه اعرف النيورونز زي ما قلت هو بيتكون من ايرتيكال فورميشن ده بيتكون من لارج نمبر اوف نيرونز. تمام النيورونز دي موجوده فين موجوده في الانتاير برين ستيم برين ستيم اللي بيتكون من برين بونز اند ميدولا تمام

طيب النورونز اللي موجودة دي لها نوعين أما إيه small sensory cells زي إيه ما large motor cells. ال small sensory cells دي بتبقى small لها short axons زي ال inter اللي موجودة في spinal cord. بتعمل ايه إل small sensory cells دي بتسا تcharge في ال large motor cells. تبغي طيب ال large motor cells دي بتبقى عندها long axons. وال axon ده بيتقسم لdescending branch and branch نازل لتحت

بينتهي ديفيوزلي في كل الاريز بتاعت السيربرال كورتكس يا اما ينتهي بنفسه دايركتلي او اندايركتلي اندايركتلي ازاي؟ هيعدي على حاجة الاول هيعمل لي ريلي في النون سبيسيفيك ثلامك نيوكلي اي والاسندنج برانش ده هيعمل لي ايه؟ ريتيكال اكتيفيتنج سيستم

تمام system تمام هنتكلم عنه طيب connections بقى اللي داخله له اللي خارج منه يا اما عندي input يا اما عندي إيه؟ output ال-input نحط في دماغنا ثلاث حاجات كده جاي له sensation جاي له input من higher centers جاي له من vestibular nucleus كده خلصنا ال input. يبقى هو جاي له أ... collaterals من كل ال-ascending sensory pathways يا اما شايلة somatic sensation سواء من ال او من ال-head طريق the او شايلة حتى special sensation

في كل ال areas of cerebral cortex, إما directly أو indirectly بعد ما تعمل relay في specific تمام ونوع الفايبرز اللي رايحة تعمل لي system ده بتبقى facilitatory fibers هو رايحة أصلا لك system هي activating fibers فلازم تكون facilitatory تمام تالت output اللي هو إيه للسيبك. تاني نقول إن هو input منين؟ higher centers ورايح اوت بوت لمين لكورتكس ريتيكولا اكتيفيتنج سيستم للسباينال كورد ريتيكولا سباينال تراك او للسيربلم تمام جدا تالت حاجه تالت بوينت معايا في الريتيكولا فورميشن هي الديفيجنز انا عندي الديفيجنز يا اما يكون فاسيليتوري زي ما قلنا يا اما يكون انهيبيتوري طيب قبل ما نقرا الكلام الكتير ده تفتكر الرسمه هتحل كل حاجه انا شايفه ده الميد برين ده الايه ده الميد برين بقسمه لبوسترو لاتيرال بارت وانتروميديال بارت البوسترو لاتيرال بارت ياخدوا الفاسيليتاتوري تمام وموجود معظمه فين في البونز فعشان كده بسميه بونتاين ريتيكولار فورميشين طب والانتروميديال بارت الانتروميديال بارت تاخده الانهيبيتوري بيبقى موجود معظمه في المدله فبالتالي بسميه ميدالاري ريتيكولار فورميشين طيب اللي كان ورا في السباينال يعني هننزل على السباينال كورد اللي كان ورا يطلع قدام واللي كان قدام يطلع ورا يبقى الفاسيليتاتوري مكان يبقى فين في الفينترال في الفينترال أو اوف or Spinal Cord طيب واللي كان قدام يرجعوا على يبقى مكانه في اللاترال Lateral spinal Tract تمام كده؟ تاني وزي ما احنا شايفين طبعا ان الفاسيليتاتوري او البونتاين او بسميه ايه تاني؟ الفينترال Ventral واخد مساحه كبيره جدا فهو More extensive على عكس ده بيبقى ايه؟ Less extensive تمام؟ تمام تمام تعال نشوف الكلام بقى أول حاجة أن قلنا قلنا موجود فين في ال post-lateral part of reticular formation وموجود معظمه فين في البونز على عكس الانهيبيتوري موجود في الـ ventral medial part of reticular formation وموجود معظمه في مضلة الـ واخد مساحة كبيرة most of reticular formation فهو more extensive على عكس الانهيبيتوري هو less extensive تمام نقرأ دي الأول إن هو بيبعت الـ facilitator بتاعته للجاما gamma motor neurons والانتيير هورنسيل فين في الفينترال ريتيكول tract تراك عكس الانهيبيتوري بيبعت الانهيبيتوري امبلسز بتاعته عن طريق اللاترال ريتيكول سباينال تراك تمام تمام البوينت اللي احنا سبناها بقى ان الفاسيليتاتوري شغال مع نفسه عنده own intrinsic activity تمام لو جات له امبلس من بره تزود الاكتيفيتي ما جاتلوش هو شغال مع نفسه ممكن تجيله له منين من الموتور اريا رقم 4 knee cerebellum في nucleus اللي هي حاجات ايه امبلسز Uh, activating, activating impulses يعني تمام؟ أو بسميها excitatory طب والinhibitory؟ الانهبيتوري لأ الانهبيتوري ده قاعد يستقبل الانهبيتوري impulses اللي جاية له من برة جات له يشتغل تمام؟ ما مجاتلوش فهو ما بيشتغلش لوحده يبقى has no intrinsic activity امال بيشتغل إيه؟ funnel collecting the inhibitory impulses من الايه من the suppressor areas يعني أي suppressor area عايزة عايزة تبعت inhibitory impulse هتبعتها للانهبيتوري الريتيكولار فورميشن دي وهي جاست هتنقلها تمام انما هي مش ايه مش هتن... مش هتجنريت ان هيبيتري امبلس بنفسها يعني السابريسور ارياز دي زي مين زي الباليس ريفيلم البيزال جانجليا اند ريد نيوكليس كده خلصنا الديفيجنز نيجي لثالث بوينت او رابع بوينت سوري في الريتيكولار فورميشن اللي هي فانكشنز انا عندي اربعه مين فانكشنز اول حاجه ان انا بسبورت البودي ويت اجينست جرافيتي ودي المين فانكشن ثاني حاجه ان انا عندي ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم شغال بعد كده عندي إيه? specific centers, specific nuclei الأول بعد كده specific إيه? centers تمام؟ كده ايه؟ I set functions نتكلم عن كل واحدة الأول support the body weight against gravity ازاي؟ أنا tool ده main function أولاً ده main function ده function الأساسية لما يسألك ايه main function of reticular formation support the body weight against gravity قولاً واحداً تمام؟ تمام ده هيحصل ازاي؟ طول ما انت في standing position لا طول ما انت وقف بيحصل ان الريتيكولار فورميشن بتبعت كونتينوس فاسيليتاتوري امبلسز تمام اه من الفيستيبولار نيوكليوس اه من الريتيكولار فورميشن اوف فيستيبولار نيوكليوس للموتور نيورونز تمام فالموتور نيورونز دي هتبعت الامبلس هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتزود التون بتاع الاكستنسور والاكستنسور دي بسميها انتي جرافيتي ماسل فهتحافظ على البوستشر بتاع جسمك مفروده اجينست جرافيتي تمام؟ فيسبورت البادي ويت فبتاني فانكشن معايا اللي هي الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم الريتينال اكتيفيتنج سيستم ده بيكنترول اوفر اول اكتيفيتي اوف CEREBRAL كورتكس هو مسؤول عن ان هو يفوق لك السيربرال كورتكس بتاعته فبالتالي كل ما الاكتيفيتي بتاعه زاد يزود الاكتيفيتي بتاع الكورتكس وكل ما الاكتيفيتي بتاعه قل الكورتكس أكتيفيتي بتاعها يقل يبقى increased activity of rest هيديني ايه alert conscious state يفوقك تمام فيخلي perception and localization of various, uh, various sensation possible يفوقك كده تعرف تعمل ايه تعرف uh, تريسيف uh, اي سنسيشن مثلا تعمل localization لاي سنسيشن او الكلام ده طب ولو الاكتيفيتي بتاعه قل هيقلل السيربرال كورتكس اكتيفيتي فيديك حاله من الانكونشسنس زي الستيب او الكوما او غيره تمام طيب. تاني حاجه اللي هو بيبقى كونسرند بالالكتريكال اكتيفيتي اوف السيربرال كورتكس انا هنفهمه اكتر في الاي اي جي تمام الريتيكال اكتيفيتنج سيستم بيبقى ليه تاثير معين على الالكتريكال ويفز اللي طالعه من البرين طيب طيب, طيب. الريتيكال اكتيفيتنج سيستم دي في حاجات تزوده وفي حاجات تقلله يا ترى ايه اللي يزوده؟ اي حاجه هتفوقك هتفوق الرأس. اي حاجه هتنيمك هتنيم الراس اللي ممكن يفوقك فكر كده لو انت نايم لو انت نايم وفقت تخيل ايه اللي ممكن يصحيك من النوم يا اما مثلا حد عمل استيميليشن لسنسيشن معين تمام اللي هو مثلا قرصك حد ضربك صح او حد فتح عليك النور او كلام من ده يبقى انت عملت استيميليشن لسنسيشن او ان انت مثلا فرحان قوي فمش عارف تنام زعلان قوي فمش عارف تنام ايموشنز او ان انت قمت اتحركت كان كابس عليك النوم ولما قمت اتحركت فقت تمام او ان انت واخد حاجه دراج يفوقك سيس بس مثلا ده بالظبط هو الايه اللي اكتف الرايس اول حاجه يبقى يكون امبلس من سنسري باث واي سبيشالي البين يا اما يكون impulses من السيربال كورتكس سواء كانت لمب كورتكس اللمب كورتكس دي مسؤوله عن ايه مسؤوله عن الايموشن او الموتور كورتكس يبقى انت صحصحت عملت ريزيستنس للسليب باي اني موفمنت أو thympathomimetic زي الأدرينالين ونور ادرينالين دول بيطلعوا في حالات السترس أكيد مش هتعرف تنام وأنت في حالات السترس طيب ده هيبقى inhibited بإيه؟ inhibited بأي حاجة تنيمك إيه من السليب sleep producing centers أنا عندي ال sleep بيحصل إزاي؟ أنت بتنام إزاي؟ يبقى فيه sleep center بيعمل depression أو suppression لل اكتيفيتنج activating system ده فال اكتيفيتنج activating system بيبقى suppressed أو inhibited بال sleep centers دي تاني حاجة ممكن تنامك هي إيه؟ أناسيزيا مثلا تمام دي كده ايه تاني فانكشن معايا قلت ال support the body weight against the gravity قلت particular activating system هتكلم عن تالت فانكشن اللي هي ايه specific nuclei the specific nuclei دي انا ما بعتبرهاش proper part من ال reticular formation ولكن ليها function اول nucleus هي معايا ال red nucleus ال red nucleus دي موجودة في ال midbrain او في ال mesencephalon بتعمل ايه ليها وظيفتين مهمين اول حاجة ان ال red nucleus وال rapro spinal tract بتشتغل in close association مع الكورتيكو سبينال تراكت آه في كنترولينج ديسكريت موفمنت تمام ده اول حاجه ثاني حاجه وهي حاجه مهمه جدا 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 وبيتسال عليها في الام كتير ان هي بتكونترول حاجه اسمها سب stereotyped movements. يعني ايه سب كونشس ستيريوتايب موفمنت يعني موفمنت انت بتعملها بشكل ثابت فبالتالي بقى تعملها ايه بقيت تعملها بلا وعي هي ممكن تكون فولانتري هي يعني ممكن تكون ايه فولنتري ولكن انت من كتر ما بتعملها فبتعملها بلا وعي من غير ما تفكر تمام يبقى عباره عن سيمبل موفمنت دون سب كونشسلي ان افكتس باترن ان اول انديفيدوالز زي فورورد ريفلكشن روتيشن اوف هيد فيدنج موفمنت سيكشوال موفمنت اند سو اون طب تاني نيوكليس معايا هي الساب سالامس دي بتعمل حاجه لذيذه قوي هي مسؤوله عن ان انت تخليك ماشي 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 مسؤوله عن حاجه اسمها نورمال باترن اوف فوكينج موفمنت اللي هو الفورورد بروجريشن تخليك ماشي زي القطر ولكن لو قابلتك اي حاجة يعني مثلا لو إن عربية ماشية لو قابلت مطب المفروض ان هي تهدي عشان ايه ما تاكلش مطب لا انت تاكل المطب تمام هي مش مسؤولة عن انت ايه تهدي مش مسؤولة عن اي لوكو موشن آه فبالتالي purposefulness فولنس لوكو موشن اللوكو موشن ده مين اللي يعمله يعني بقى الهاير سنترز زي الثلمس وغيره فعشان كده عملنا ترجمة لذيذه جدا جبنا قطه قطعنا الكونكشن ما بين السلمس والساب فبالتالي هي كده فقدت ايه؟ فقدت الكنترول بتاع الـ Higher هل القطه دي عامله ايه؟ القطه دي ماشيه عادي جدا walk normally ولكن لو لقت اي حاجه في طريقها هي مش هتجو اراوند لا هي هتخبط فيها تمام؟ تالت نوكليس معايا هي الفيستيبولار vestibular nucleus ال nucleus دي موجوده في المدله ومن اسمها vestibular يعني مسؤول عن ايه؟ عن الاكوليبريم طيب الراف نوكليس الراف نوكليس دي موجوده في اللور lower اند and upper مدله الريفينيو الـ الـ كياس دي بتسكريت السيروتونين از ا كيميكال neurotransmitter طيب بتشتغل ايه بتشتغل حاجتين جزء من السلو ويف سليب سنترز وهنتكلم عنه في السليب وجزء من البين كنترول سيستم سوري اللي معلق أه هي بتشتغل حاجتين سلو ويف سليب سنتر و بين كنترول سيستم البين كنترول سيستم ده اعتقد اتكلمتوا عنه قبل كده في محاضرات سابقه ولكن السلي السلو ويف سليب دي هنتكلم عنها في المحاضره دي تمام طيب. آه خامس نيوكليس معايا لوكاس سيريولس دي موجوده في الابر بونز وبتعمل لي ايه مسؤوله عن ايه مسؤوله عن الرابيد اي موفمنت sleep center وبرده هنتكلم عنه طيب رابع فانكشن معايا إيه هي الايه هي الفايتال سنترز

بعد كده قلنا السبيسيفيك نيوكلياي قلنا خمسه نيوكلياي والفيتال سنترز الاي اي جي بقى انا هتكلم عنه في ايه هتكلم عن الديفينيشن عن الويفز variation فارييشن والكلينيكال يوزز طيب الاي جي يعني ايه الكترو انكيفالو جرام الكترو انكيفالو ايه جرام يعني تسجيل النشاط الكهربي للدماغ هو كده بالظبط الديفينيشن بتاعه recording the spontaneous electrical activity of the brain بسجله ازاي بابلاي الكترودز على surface اوف ذا سكالب تمام بيبقى يوجوالي 8 الكترودز طيب في نوت مهمه جدا انت بتقول ليه ما احطش الالكترود دي على الكورتكس ذات نفسها هقول لك لو لانك لو حطيت الالكترودز على الكورتكس ذات نفسها ساعتها مش هيبقوا اي اي جي ساعتها هيبقى اسمه ايه الكترو كورتيكو جرام اي سي او سمول او جي تمام وحطيت السمول او دي عشان افرقها من الاي سي جي بتاع الهارت تمام ده اول حاجه اقول الديفينيشن ثاني حاجه اتكلم عن الويفز عندي فور ويفز الفا بيتا ثيتا دلتا اول حاجه الالفا ويف بسميها الريجولار ويف او سينكرونايزد ريزم يعني حاجه ايه منتظمه ولذيذه كده تمام دي بتتسجل امتى لو الشخص اللي انا بسجل النشاط الكهربي للدماغ بتاعته كان اويك صاحي ريلاكسد يعني ايه ريلاكسد يعني مفيش اي فيزيكال او مينتال اكتيفيتي ادلت بيرسون طبعا طب ليه ادلت لان هنعرف ان في التشيلدرن في ويفز ثانيه with اي كلوزد تمام وعينه مقفله ليه عينه مقفله عشان امنع اي visual stimulation يبقى كده retinal activating system شغال ولكن at minimal activity السايت هسجله منين؟ mainly من الاوكسيبيتال ممكن اسجله من ريجونز الثانيه زي البرايتال والفرونتال بس mainly من الاوكسيبيتال تمام الفريكونسي والامبليتيود بتاعت الويف دي اخبارها ايه؟ يا low frequency 10 cycles per second وهاي amplitude uh, 50 مايكرو فولت تمام ولكن الويف ايه؟ regular وطبعا الرزلت من ايه؟ من سينكرونايزد activity of cortical neurons، ثاني wave معايا هي الفيتا هي irregular wave او non-synchronized rhythm تمام، أول حاجة لازم أشوف هي بعملها, آه بعملها في أي شخص، بتتسجل من أي آه شخص؟ شخص awake، لاكس ادلت بس المرة دي الإختلاف إيه؟ إن هو الايز اوبن طيب السايد بس بسجلها منين؟ إيه؟ من parietal و frontal regions، طيب الفريكوانسي frequency والamplitude طبعا الشخص بقى فيه العين اتفتحت، فالتالي بقى فيه إيه؟ stimulation، فمتوقع الـ frequency هتزيد. ودايما الفريكونسي زادت الامبليتيود يقل خدوها قاعده كده تمام زيادة زادت الامبليتيود يقل يبقى هاي فريكونسي 20 سايكل بير مينت ولو امبليتيود 10 مايكرو والويف دي بتبقى الريجولار دي الويف الوحيده اللي عندك الريجولار طيب ريزلت من ايه non activity من نون سيكرونايزد اكتيفيتي من الكورتيكال نيورونز لان انا ضفت ايه فيجوال ستيمولاي تمام؟ يبقى كده زودت الأكتيفيتي بتاع الريفتر أكتيفيتنج سيستم وبالتالي زودت الأكتيفيتي بتاع الكورتيكال Cortical Neurons. ويف معايا هي الثيتا ويف، دي بشوفها في إيه؟ في الـ تمام؟ يبقى كده إيه؟ دي مالهاش دعوة بالـ Adult، بشوفها في الـ children. أو ممكن أشوفها في الـ Adult during sleep أو برين Hypoxia أو كوما. المهم إن الـ إيه؟ الأكتيفيتي بتاعه قليل، طيب، بسجلها من الـ, الـ, طيب بس الـ Parietal لوبس. Loops. الـ أنا قلت إن البرين أصلا إيه نايم فبالتالي أنا متوقعة أن frequency تبقى lower five cycles per minute uh, per second sorry وال amplitude قللت الفريكوانسي frequency بقى يعلى 150 وخمسين فولتس regular أنا قلت ما عنديش أي حاجة الرجular غير البيتا رابع wave عندي هي الدلتا delta wave بسجلها في نفس ال conditions بتاعت السيتا theta wave اللي هي يعني children sleep brain hypoxia and coma ال بسجلها من أي حتة في cortex الفريكوانسي frequency very low frequency اللي هي 2 سايكلز بير سكند وبالتالي الامبليتيود هيبقى اعلى هيبقى 300 مايكرو فولت والويف برضو ايه ريجولار ده جدول كده بيراجع عليهم باشكالهم الالفا ويف انا ملاحظه ان هي ايه ريجولار ويف تمام frequency 10 amplitude 50 الشخص بيبقى ايه اويك ريلاكسد ادلت ولكن الاي closed بس كده مينلي من, من الاوكسيبيتال region طيب البيتا سرعنا شويه بس هي irregular صح فسرعنا frequency 20 تزيد والامبليتيود هيقل هيبقى 10 الشخص اويك وادلت ريلاكس برضو ولكن الاي اوبند كمان بس كده من برايتال والفرونتال الثيتا برضو ريجولار ويف ولكن ملاحظ ان الفريكوانسي قلت والامبليتيود زاد يبقى 5 سايكلز اه, بير مينت بير سكند سوري والامبليتيود 150 مايكرو فولت بسجلها فين في الاطفال او ديونج سليب برين هايبوكسيا او كوما الدلتا اه, برضو هي الفريكوانسي بقت اقل بقت 2 سايكلز بير سكند والامبليتيود بقى اعلى 300 مايكرو فولتس الويف ريجولار بس كده في نفس الكونديشنز بتاعت الثيتا ومن كل الكورتيكال اريز تمام بعد كده هنتكلم على الفيزيولوجيكال فاريشنز هو اصلا ايه الويف الدوميننت عندي الدوميننت عندي في الاطلس هي الالفا ويف الالفا ويف دي يا اما تتسرع فتتحول لبيتا ويف يا اما تتبطئ فتتحول لثيتا أو دلتا ويف تمام يبقى الأوفا ويف دي تبقى replaced by slower waves زي سيتا أو الدلتا في حالة إيه؟ في حالة إن البراين هينام صح؟ أي حاجة هتعمل hypo في البرين، hypoxia hypoglycemia hypothermia أو sleep تمام جداً طيب طب ممكن تستبدل بأيه؟ بفاست irregular wave اللي هي البيتا ويف في حالة إيه؟ في حالة إن أنت عملت stimulation للreticular activating system بأي شكل opening of the eye أو sensory stimulus فيزيكال activity زي movement of a limb مثلا او mental activity تمام آه, زي solving a problem اي حاجه انت بتفكر فيها ولو عمل عملنا شيفت من الالفا للبيتا ده بسميه بس حاجه اسمها الفا بلوك او alert response عملت شيفت من الالفا للبيتا الفا بلوك او alert response تمام اخر حاجه في اي اي جي الكلينيكال يوز بستخدمه في ايه بس في ثلاث الاستخدامات الكريتيكال يوز بتاعه قوي هو الدياجنوز او ابيليبسي دي اهم حاجه فيه تمام ده طبعا ابيليبسي ده بيبقى ان اكسسيف اكتيفيتي ل او الهول سي ان اس ان انت عندك جزء من السي اس او سي اس على بعضه عنده activity عالي جدا uncontrolled كنترول فبالتالي ده اسمه ايه epilepsy بشخصها بيها تاني حاجه ممكن اعمل ستادي للسليب وهنفهم ازاي لما نتكلم عن السليب او بعمل localization للتيومر او collection اوف fluid ازاي يعني لو في collection اوف fluid او tumor موجودة على حته من cortex فبالتالي هيبلوك الويفز اللي طالعه من المنطقه دي تمام فبالتالي يبقى عندي حاجه اسمها جامبت tracing كده خلصنا اي -E -E جي نتكلم عن السليب هتكلم عن ايه في السليب Sleep عن ثلاثة points بالظبط definition التايبس الميكانيزم طيب أول حاجة نتكلم عن ال definition يعني ايه سليب حالة من اللاوعي هي كده بالظبط Sleep a state of loss of consciousness ولكن نفرقها هي مثلا عن الكوما. ان انت بتصحى منها صح from which the person can be aroused by ordinary harmless stimulus طيب يا ترى التايبس عندي two types of Sleep two types of Sleep Um, each night a person goes through two major types of sleep that alternate with uh, with each other. زاي يعني؟ أول حاجة اسمها slow wave sleep أو non REM sleep اللي هو um, non rapid eye movement non REM يعني أو dreamless sleep اللي هو النوم اللي عم يخلتنا بده نمشي فيه تمام أو بتتألّب شوي أو الكلام ده. وعلى عكسه بيبقى فيه fast wave sleep أو بسميه REM sleep أو dream state أو paradoxical sleep. هنتكلم عن كل واحدة اليوم أول حاجة نتكلم عن slow wave sleep اللي هو non rapid eye movement non REM dreamless. مبدئيا دي بتمثل 80% من الايه من الديوريشن في الادلت يعني لو انت نايم 10 ساعات 8 ساعات منهم هيبقوا ايه هيبقى slow ويف sleep تمام تمام اللي هي جي باترن النشاط الكهربي لدماغك في السلو ويف sleep بيبقى عامل ازاي هنقول ان الشخص بيسقط في النوم على مدار 4 ستيجز على مدار ايه 4 ستيجز النشاط الكهربي للدماغ بيختلف في ال-waves بيحصل ايه لل سلوينج للفريكوانسي وانكريز في ال-amplitude ليه لان انا ال-wave عندي بنتنقل لسلوور ويفز صح يبقى هيحصل increasing uh, decreasing في الفريكونسي و increase في amplitude ستيج 1 ده في حاله الريستنج انت لسه ايه يا دوب داخل تنام يبقى دي ايه الفا ويف سمول رابيد ويف انت ايه ريستنج ستيت تاني حاجه هتبدا في اللايت سليب في اللايت سليب هيبقى عندك حاجه اسمها سليب spindles يبقى عندك الفا ويف ما بينها حاجه اسمها ايه spindles. هنشوف هنشوف ليها صوره تالت ستيج ده مودريت سليب مودريت سليب يبقى انت بدات تشفت على ايه على ويف أقل اللي هي الثيتا ويف large slow wave stage 4 يبقى انت deep sleep يبقى انت كده رحت لايه للslowest ويف wave اللي هي الدلتا ويف تمام large, uh, large very slow wave تمام الكاركترز بتاعت ال slow sleep ده ايه؟ ان انت اصلا نايم بعمق ما بتحلمش ما فيش rapid eye movement هو كده بالظبط no rapid eye movement no dreams وفي نفس الوقت blood pressure الهارت heart rate respiration بتاعك ده كله هيبقى decreased ولكن الستي ايه الدجيرة تمام كده ايه خلصنا السلو ويف سليب نشوف صورة ليها أول حاجة stage 1 قلنا الانترستنج في حالة الألفا تمام سوري ده الستيج 1 سوري ده الألفا ويف بعد كده ستيج 2 ظهر السبنزلز موجودة مع الألفا ويف دي ستيج 3 السيتا ويف ستيج 4 الدلتا ويف ديب سليب time بقى كان نتكلم عن fast wave sleep بقى بسميها REM sleep اللي هي rapid eye movement أو dream sleep أو paradoxical sleep أول حاجة ده بيمثل إيه؟ الـ 20% من بقى الباقيين بقى 20% من الـ duration in adults وبيحصل in cycles يعني إيه؟ يعني لو أنت نايم هتقضي 90 دقيقة slow wave sleep وبعد كده 20 دقيقة fast wave وبعد كده 90 دقيقة slow wave وبعد كده 20 دقيقة آه وبعد كده اه 20 دقيقة fast wave and so on يبقى كده في alternation تمام؟ تمام اللي يجي باترن بقى اللي يجي باترن أنا مرة دي ايه؟ بحلم يبقى فيه رياكشن للدريم ستيت صح؟ فبالتالي هيبقى فيه رابيد irregular waves صح؟ اللي هي البيتا ستيت يعني البيتا ويف سوري that of alert state characters يبقى أنت أول حاجة هل في رابيد eye movement؟ اه في رابيد eye movement هل في dreams؟ اه في dreams ممكن يبقى معاها teeth grinding and reaction برضو ممكن يحصل تمام طب ال 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 vital functions عندي زي ال heart rate والrespiration والكلام ده كله بالمرة دي بيبقى irregular نتيجة لإيه؟ نتيجة لل dream state أنت react مع dream state فبيبقى irregular تمام ولكن في حاجات مميزة جدا في حاجتين مميزين جدا أول حاجة فيهم هي extreme decrease in muscle tone الحاجات دي بتسأل فيها خلي بالكوا تمام طب ليه ال muscle tone بيقل؟ وبيقل لي extremely كمان علشان انت بتحلم فلو انت ممكن هتريأكت مع الدريم ده لو انت مثلا بتحلم ان انت بتضرب حد او كلام ده فهتبدا برضو ان انت ايه تضرب وانت نايم فممكن يحصل لك انجري صح؟ لان so the frequency and intensity of the muscle twitching don't produce injury او ان ايه او ان ايه ايه هي تصحي الانديفيدوال ده من النوم. تاني حاجه غريبه ان ال person is easily be aroused يعني ايه؟ يعني هو في الدريم ستيت ما بيصحاش بسهوله ما بيصحاش بسهوله يعني هو في الديب سليب اللي هو مثلا في السلو Wave سوري هيسحب بسهوله اكتر من الفاست Wave ولكن لو انت صحيته في الفاست Wave لو هو صحي في الفاست Wave هيبقى alert جدا كانه ما كانش نايم اصلا تمام يبقى person is less easily aroused than slow wave sleep however when awaked from REM sleep the individual is immediately alert and aware of the environment بيبقى صحي صح صح ده, ده دياجرام لي الالترنيشن ما بين السلو wave sleep كل 90 دقيقه بيبقى مفصول بايه ب 20 دقيقه من Fast-Wave sleep طيب الديوريشن اوف سليب اللي هي السليب سايكل يعني اللي هو العمر بيخت... العمر بيختلف معاه ديوريشن اوف سليب سوري varies with age في الاطفال طبعا بيبقى اكتر وكل ما زاد في العمر كل ما يقل السليب ديوريشن during the infancy بيبقى 16 ساعة و 50% من 16 ساعة دول بيبقوا ريم سليب ال بيبقى 10 ساعات adulthood 7 ساعات ال بيبقى اقل من 6 ساعات طيب اخر بوينت uh, معانا هي الميكانيزم اوف سليب الميكانيزم اوف سليب دي بيبقى عباره عن ايه انا عندي مين اللي مصحصحني اصلا الريجيكولار اكتيفيتنج سيستم فلازم اعمل لها سبريشن وزي ما قلنا ان مين مين اللي كان بيعمل لها سبريشن السليب سنترز يبقى سليب از برودوس باي اكتيف ديبريشن للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم باي سليب سنترز طيب انا عندي تو سليب سنترز ميدالري سنتر وبونتاين سنتر الميدالري سنتر ده مسؤول عن السلو ويف سليب والبونتاين مسؤول عن الريم سليب طيب بما ان ده بيشتغل 90 دقيقة فده اللي بيشتغل اكتر صح؟ بيشتغل ازاي موجود فين؟ مدارية يعني موجود في المضلة موجود في الميد midline area of the مضلة وفيها مين اللي كانت مسؤولة عن ال slow wave sleep وال pain control system الرافين نوكياي صح؟ طيب النيورونز دي بتسكريت السيروتونين سؤال مهم بتسكريت ايه؟ السيروتونين إذا كيميكال نيورو طيب السيروتونين ده بيروح يعمل ايه؟ بي ال reticular activating system هتقول لي مش السيروتونين بيبقى اكزيتاتوري إجزي... بص كل حاجه ممكن تبقى اكزيتاتوري في مكان وانهيبيتوري في مكان فبالتالي بيبقى فيه اكسبشنز في تمام اهم حاجه تعرف الميدالري سنتر ده بتاع السلو في سليب ده اول حاجه لازم تعرفها تاني حاجه لازم تعرفها ان فيه الرف نيوكلياي ثالث حاجه لازم تعرفها ان هو بيسكريت السيروتونين تمام تمام البونتاين بقى او الريم سليب ده موجود فين ده موجود في البونتاين ريتيكولار فورميشن ومع مين اللي اللي كان مسؤول عن الريو... الريو... مستي... اللوكاس سيريولاس نيوكليس تمام النيورونز بتسكريت ايه المره دي نور ابنفرين نور ايه بنفرين از كيميكال نيو طيب البونتان سنتر ده ممكن مين اللي يعمل له تاني الميدالاري سنتر ال 90 دقيقه بتوعه يخلصوا فيصحي التاني يقول له اصحى ال 20 دقيقه بتوعك صح فممكن يبقى ستيميليتد بالميدالاري سنتر السليب فاسيليتد الواحد هيروح في النوم بناء يعني هيروح في النوم بسرعه اكتر لما يبقى ايه لما يبقى تعبان صح؟ أو لما يبقى قاعد في مكان هادي خالص كده ما فيش أي حركة ما فيش أي صوت ما فيش أي ضوء فتلاقيه كبس عليه النوم ونام على نفسه أصلاً يبقى sleep is facilitated by fatigue withdrawal لاي any afferent sensory stimulus uh, leading to reversible depression of sleep زي ما قلنا دي لل اللي اسمها هي centers أنا عندي medullary center موجود فين موجود في المدلة بيبقى فيه rough nucleus وبيسكريت السيروتونين ي inhibit ال reticular formation تاني واحد عندي هو البونتاين سنتر موجود في موجود مع اللوك السيلولس بينهبت الريديكال فورميشن عن طريق الايه النور ابينفرين ممكن مين يعمل استيميليشن لمين المدلري لما يخلص ال 90 دقيقه بتوعه يعمل استيميليشن للايه للبونتاين عشان يعمل ال 20 دقيقه بتوعه بالنسبه للام سي كيو خلي بالكم من الاسئله دي جت في ماده السنه اللي فاتت آه سؤال مثلا الفاسيليتاتوري بارتيكولار آه فورميشن ويتش از فورمينج از كوركت ايه اللي صح عن الفاسيليتاتوري هو الانتروميديال غلط آه بيبقى ليس اكستنسيف برده غلط بسميه البونتاين اه صح يبقى دي الاجابه تمام ريجاردنج الريم سليب ويتش سترونج از كوركت بيبقى 80% من الستيب لا طبعا الاي اي جي بيبقى فيه بيتا ويفز اه صح تمام الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم الكلام اللي عنه صح هو بيبقى ميلي ميدالري من الميدالري لا طيب ليه لان الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم ده ايه فاسيلتا ده محتاج فاسيلتاتوري فايبرز الميدالري ده كان ايه كان انهيبيتور تمام stimulated which uh, لما يحصل stimulation بيديني alert conscious state صح طيب regarding non, uh, non REM sleep uh, ايه الصح بسميه dreamy sleep لا paradoxical sleep لا برضو بيبقى فيه fast wave sleep لا normally بيبقى 80% ده صح تمام الاسئله دي جت في ماده السنه اللي فاتت برضو بي, uh, سؤال we can uh, record beta waves من ايه من الفرنتال لوب طيب true and false Uh, true or false descending branch من the motor cells of reticular formation facilitatory بس لا عندي facilitatory وعندي inhibitory طيب ليه يجي electrodes بتبقى placed على cerebral cortex لا لو cerebral cortex يبقى اسمه ايه electro cortico grain يبقى برده ده ايه غلط وده كان سؤال written برضو آه يعني بيأكد على حاجات على مدار المحاضرة آه بس كده خلصنا يا رب يوفقكم يا رب تكونوا استفدتوا وفهمتوا آه بس كده مع السلامة